لا يمكن تشكيل أي حكومة في البلد ما لم يشترك بها السيد الصدر. بالتالي السيد الصدر له قاعدة جماهيرية واسعة، وهم جزء من الشعب العراقي، فلا يمكن إهمالهم أو إسفالهم بهذه الطريقة. ولا يرضى السيد الصدر حقيقة بتشكيل حكومة من دون مشاركته فيها. كلنا يعلم أنه اتفقنا أو اختلفنا مع السيد الصدر، فحامي المنظومة السياسية منذ تأسيسه إلى هذا اليوم هو التيار الصدري، كونه يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في العراق، قاعدة فعلية على أرض الواقع حقيقة. فمن باب ينادوني في السلم يا ابن زبيبة، وعند اشتداد المعارك يا ابن الأطايبي، فما يجوز هيك شيء. يجب عليهم الجلوس مع السيد مقتدى وإرضائه وإشراكه في الحكومة. اليوم التيار الصدري حقيقة عنده 73 نائب، كان قبل أن يسحبهم هؤلاء النواب عندهم التزامات مع جمهورهم، عندهم فد التزامات نعطيها لجمهورهم عليهم الإيفاء بها، فلا يمكن إسفالهم بهذه الطريقة.